الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على محمد ابن عبد الله صارغ الأمين. الأخ رئيس هيئة التشاور المصالحة، الأخ رئيس مجلس الوزراء، الأخوة الوزراء، الأخوة أعضاء نواب رئيس هيئة التشاور، الحاضرون جميعا، أسعدتم بالخير صباحا. طبعا اليوم هذه مناسبة يعني افتتاح هذا المقر، مقر التشاور والمصالحة في العاصمة عدن، يعني هي مرحلة لتدشين نشاط هذه الهيئة التي تعتبر هيئة محورية في مساندة المجلس القيادي الرئاسي. ونحن نؤكد على كل أعضاء هذه الهيئة أن العمل والنشاط في هذه الهيئة مفتوح بكل المجالات، ونحن داعمين لهذا النشاط بكل ما أوتينا من قوة. أن اجتماعكم هذا العقد في ظل ظروف استثنائية طبعا بالغة التعقيد يترتب عليها مستقبل شعبنا. هذه الظروف تحتم علينا التحلي بالشجاعة وتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية بصدق وأخلاص من خلال اصطفافنا وتلاحمنا الجبهوي العريض لمواجهة المخاطر والمهددات المحدقة وأسوأها المشروع الإيراني وميليشيات الحوثية الإرهابية التي تجاوز إرهابها نطاق البر وصولا إلى البحر لاستهداف غذاء شعبنا ودواءه والمصالح الإقليمية والدولية. الأخوة والأخوات الحاضرون جميعا، إن معركتنا مع هذه الميليشيات الإرهابية معركة مصيرية لا هوادث فيها، معركة مفتوحة على كل الجبهات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. اليوم هنا في العاصمة عدن يأتي امتداد للجهود الكبيرة التي بذلت مؤخرا لتوحيد الموقف وتعزيز الاصطفاف لمواجهة تلك الميليشيات ومشروعها الإيراني الذي يهدد أمن واستقرار بلادنا والمنطقة. وعليه فإننا نجددها من هذا المقام رفضنا وإدانة لأعمال القرصنة والإرهاب التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية في ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، ونؤكد موقفنا الثابت في دعم ومساندة التحالف الدولي الهادف لحماية هذه المنطقة الحيوية لبلادنا والإقليم والعالم. الحاضرون جميعا، إن الجبهة الاقتصادية هي الجبهة الموازية لجبهاتنا العسكرية وترتبط بعضها ببعض ارتباطا مصيريا غير قابل للتجزئة والتسويف والمواقف المتذبذبة التي لا تقف على ثابت. ومثلما انتصرنا في معركتنا العسكرية سننتصر في المعركة الاقتصادية بإذن الله تعالى، وسنمضي في مسار الإصلاحات بعزيمة وثبات، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعيش الكريم مهما كلف الأمر. ومن هنا نجدد دعمنا المطلق لجملة القرارات والإيرادات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي وإنقاذه من تغول وابتزاز الميليشيات الحوثية المصنفة من قبل العالم كجماعة إرهابية. تلك القرارات التي تأخرت كثيراً تشترط وبصورة حتمية تنفيذها على الواقع والبناء عليها وترجمتها عملياً من قبل الحكومة بالتنفيذ المزمن لمصفوفة الحلول العاجلة المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لوقف التدهور الاقتصادي وتعزيز إجراءات البنك المركزي وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء. كما نؤكد دعمنا ومساندتنا لكافة الإجراءات التي شرعت فيها عدداً من الوزارات وعلى رأسها النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي بنقل المؤسسات الحكومية التي لا زالت تحت سيطرة وسطوة الميليشيات الحوثي إلى العاصمة عدن. ونؤكد مجدداً استعدادنا تقديم كل الرعاية والاهتمام والحماية الأمنية والقانونية لكل المؤسسات والمنظمات والبنوك والهيئات الإنسانية والشركات الاستثمارية والوكالة التجارية. فعدن كانت وما زالت وستظل مدينة الأمن والاستقرار والحب والوئام والتنوع والتنمية والبناء. السيدات والسادة، إن مقتضيات المصالحة وضمانات نجاحها تتطلب أولاً وقبل كل شيء مغادرة لغة الهيمنة والاستحواذ التي تجاوزها الزمن والواقع، فذلك النهج لن يخلف إلا ويلات وكوارث لم يعرش الشعبين في الشمال والجنوب يحتملانها طبقاً لكل التوصيفات والتقييمات لوضع اليوم، وهو ما يقتضي البحث عن أرضية مشتركة نقف عليها صفاً واحداً
في مواجهة العدو الذي يتربص بنا جميعاً ولدينا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا متى صدقت النوايا. ومن خلال هذا الاجتماع نجدد التأكيد إننا كنا ولا زلنا مع السلام، وموقنين تمام اليقين إن خيار السلام والجلوس على طاولة التفاوض هو الوسيلة الآمنة لحل كل القضايا والأساس المتين الذي يضمن استقرار بلادنا والمنطقة والسلام القائم على أسس العدل التي تعطي لكل ذي حق حقه وتصون أواصر الأخوة وحسن الجوار وتؤمن المستقبل المزدهر لشعوب المنطقة. وفي مقدمة كل تلك القضايا قضية شعبنا الجنوبي التي اتفقت جميع القوى التي شاركت في المشاورات التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة على وضعها في إطار تفاوضي خاص بها في جميع مراحل وأجندة وقف الحرب والعملية السياسية، وهو ما نشدد عليه ونؤكد تمسكنا الكامل به كمنطلق أساسي يضمن حل القضية بما يتناسب مع جوهرها ويلبي تطلعات شعبنا في الجنوب وحقه في تقرير مصيره. كما لا ننسى بأننا نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والدول الراعية للسلام لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة واحترام حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وإقامة دولة المستقلة وفقا لمبادئ مبادرة السلام العربية. ختاما نبارك انعقاد اجتماعكم ونسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.